تحية لصحيفة أشواق. اليوم احنا في منتجع الكارتين. هذا المنتجع هذا اللي طالما كان واحد معلمة رياضية جميع المسويين، بحيث كان أي واحد اللي بيدير مزاولة نشاط رياضي العدو أو لا رياض أيروبيك كان يجي الكارتين. اليوم أثناء الزيارة ديالنا ليه شدنا واحد الكارثة، يعني بعد إجراء يعني مهرجان الكبار والفروسية، جميل أنه يدير مهرجان الكبار، جميل أنه يدير مهرجان الفروسية، نحن مع مهرجان الكبار مهرجان الفروسية، ولكن الكارثة هي ما خلفه ما بعد مهرجان الكبار ما بعد يعني مهرجان الفروسية. كنا كنتمناو أن تكون واحد العناية كبيرة بهاد الكارتين، نتبدل الأرضية ديالو اللي كانت صوبت في 98 على ما أظن، وكان هذا الكارتين هذا كيحتوي على مضمار فيه 2000 متر ومضمار فيه 1500 متر ومضمار فيه 1000 متر. هذا المضمار هذا هو اللي بقى اليوم. إذا احنا كنطالبوا أننا هذا الكارتين هذا يتعاد النظر فيه ويتعاد الجمالية ديالو بالحفاظ على الأشجار وبالحفاظ على الباركور ديالو. هذا الباركور هذا اللي كنطالبوا احنا اليوم، أنا مجموعة ديال الرياضيين هنا كتجاوب الرياضة ديال الجري، هاد الأرضية هذه أصبحت غير لائقة مزاولة نشاط رياضي. حنا كنطالبوا اليوم بأنه هاد الفضاء يتعاود يتهيئ مزيان ويتخلق فضاء رياضي فقط. وكنتمنى أن بالنسبة للسيارة، السيارات على الأقل يبقوا على برا، لأن هاد دخول السيارات هي اللي خلات دخول الشاحنات من أجل رمي يعني الأتربة هنايا والأزبال هنايا. لاحظتوا معايا هنايا ها هو تحط كاع دابا تحط فاكو ديال الزبل اللي هو في حق في حد ذاته هذا راه خطير على انه باش يكون هنا فاكو بهذه الطريقه هذه يعني انا ما بالي والو في هذا الفاكو هذا شحال تحط هنايا. الفضاء هذا اللي كان كيزاولوا فيه الوليدات يعني رياضه كره القدم اليوم ما كاينش، ها هو تحط فيه طارو تاع الزبل. كنطالبوا انه يكون الفضاء هذا فضاء ديال رياضه مزاوله رياضه العدو فقط، ويكون الطامينه ديالو بحيث ان العائلات يجوا يحجوا ليه ويجرحوهم ووليداتهم، وعلى الاقل الفضاء هذا يكون في القريب العاجل، لان كاين متدخلين كثار هنا في اسفي اللي يحاولوا على الفضاء هذا ياخذوه، لان هذا هو الفضاء الوحيد اللي كاين في اسفي دابا. الكارتين زائد غابه العرعار خاصهم يتعاودوا التهيئه ديالو، لان غابه العرعار حتى هي فضاء اللي هو متميز اللي خاصه التهيئه ديالو. وشكرا. السلام عليكم. احنا الان في البلاصه المتنفس الوحيد للمدينه ديال اسفي، البلاصه اللي الناس كيجيو على قبل الرياضه و هنا واستجماع، وحتى الوليدات الصغار كيجيو يلعبوا هنايا وكنلقاو مشاكل هنا بحال من هنا. الباركور ني با اميناجي، كاينين حتى كاينين دابا سميتو بلاصه البقايا ديال الحيوانات، كاينين هنايا كانوا داروا المعرض ديال الخيل وداك الشيء. يعني حنا عندنا واحد المتنفس الوحيد لمدينه اسفي هو هذا، كنحاولوا نجو نديروا فيها شوط رياضه، كنديروا فيه كل واحد كيدير الهوايه ديالو، فاذا به هذا انا من نهار عقلت على هذا الكارتينغ هو وبالعكس رجع اللور. كان في الاول كان كبير وكان الشجار بزاف، ودابا غادي داكشي وكيرجع اللور. حنا كنطلبوا من المسؤولين الله يجازيهم بخير يحاولوا يديروا لينا حنايا واحد البلاصه حنا فين تريني وفين نخرجوا الوليدات ديالنا حتى هما يلعبوا، وهذا الشيء اللي كاين الله يجازيهم بخير. مع العلم بان هذه البلاصه راه تيقولوا هي مدينه رياضه، وفين هذه مدينه رياضه ما بات لينا حتى رياضه، حتى كتشوف كلشي محفر، الاغلبيه ديال الدراري كيبداو كيجريو هنايا كيوقع عليه لونطورس وكتوقع عليه شي حاجه في رجليه الاغلبيه. والسلام عليكم. شكور ميلود، حنا تنمارسوا الرياضه مع مجموعه الابطال قياده المدرب سعيد المغاري، وفي هذا الكارتين انا تنشوفو تراجع، كون غير رجعوا لينا هاد لي باركور اللي كاينين هنايا
كانوا قدام كانوا معبورين فيهم الكيلومتراج في كل شيء كون غير رجعوا لينا احسن. فضاء مزيان خاص الجماعه تهلا فيه وداك الشيء. كاين ممارسين ديال الرياضه بالالاف تيجوا لهنا في الصباح وفي المساء وهادشي اللي نقول لك. الفضاء خاص غير تهلاو فيه الجامعه سميتو الجامعه المحليه خاص تهلا فيها شويه كما قال لك الاخ ميلود. كاين فواحد الوقيته كاين الكيلومتراج كاين المسافه معبوره كل شيء داك الشيء دابا مع الوقت تسمحها وما كاينش داك الشيء ديال المداومه يتهلاو فيه يعاودوا يجددوا هذا الشيء يسقيوا هذه الجرده هذه راك تشوف دابا مع الجفاف كل شيء مشى سميتو العلامات ديال الممارسين ديال الرياضه كيمارسوا دابا هوايه وصافي اما داك الشيء ديال تشد الكرونو ديالك والحساب ديالك خاصك تشد المكانه ديالك اما داك الشيء ديال العبار هنايا ما بقاش كل شيء مشى مع الوقت. هذا اللي كاين فاس فيه كاين هذا الساعه كاين هذا ديال سيدي بوزيد مازال ما طلقوش لهنا خاصو يتهلاو فيه كاين شويه الاهمال كاين الاهمال نيت ماشي راه صافي هادشي نساوه ما عمر شي واحد جا وقال بلاتي نشوف شي حاجه هنايا اش خاص الممارسين ديال الرياضه والو ما كاينش حتى واحد ما كيجي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.